السلام عليكم. جربتي تعملي البتنجان من غير ما تقليه وكمان من غير لحوم خالص؟ فتعالوا كده هنعمل النهارده وصفه قضيه بالبتنجان. زي ما انتوا عارفين البتنجان مالي السوق وكمان سعره رخيص جدا، فتعالي نستغل الفرصه دي ونعمل وصفات كتير من البتنجان. فتعالي كده، اول حاجه معايا حبيتين من البتنجان، وابتديت ان انا اقشرهم كده بالشكل ده، وخليك قطعه كده بسيطه من القشره علشان تدي شكل حلو للبتنجان. وابتدي بقى ان انا اقطع البتنجان حلقات، والحلقات تكون سمكها ولا رفيعة ولا سميكة، يعني تكون حجمها كده متوسط. ومعايا شوية مية عادية خالص من الحنفية، وضفت عليها معلقة كبيرة من الملح. وابتدي بقى ان انا اقطع البتنجان حلقات، وهحط البتنجان في المية. ليه بقى انا بنقع البتنجان بمية وملح وانا مش هقليه؟ علشان اول حاجة البتنجان ما يسودش معاكي في الوصفة، عايزاه يبقى لونه فاتح كده وحلو، والملح كمان بيشد كل المرارة اللي في البتنجان. تعالوا بقى نحط كده طبق فوقيه علشان المية تبقى مغطية البتنجان. ومعايا هنا 3 حبات من البطاطس، برضو هقطعهم شرايح كده تكون سمكها متوسط. ومعايا 4 حبات من الطماطم، برضو هقطعها شرايح، ولو الطماطم عندك كبيرة شوية دي طماطم صغيرة، فكفاية 2 حبات طماطم بس كبار. خلاص كده. وكمان معايا بصلاية كده متوسطة، برضو هقطعها شرايح، بس البصل هنا لازم تقطعيه شرايح رفيعة خالص علشان يستوي معاكي في وصفتنا النهاردة. شرايح رفيعة خالص كده زي ما انتم شايفين. معايا بقى اللي هنعمل فيها الوصفتنا النهاردة، هبتدي بقى ان انا احط فيها كده معلقة كبيرة من الزيت، وهرص الاول البطاطس عشان البطاطس تاخد تسوية اكبر من البتنجان. فحطيتها كده في قاع الصينية، ورشة الزيت دي عشان تحمر معاكي البطاطس كده ويبقى طعمها حلو، وما تبقاش لازقه في بعضيها كده ومعجنه في بعض. هبتدي كمان انا احط كمان طبقه من البتنجان زي ما هو كده من غير قلي ولا اي حاجه خالص، بطلعه بس كده من الميه بملح، بعد كده برص طبقه كده على البطاطس زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك ان هي بتبقى طعمها حلو جدا وما بتفرقش كتير عن البتنجان المقلي، ولو عملتيها بالطريقه دي والله هتحداك ان انت هتعمليها كده على طول، لانها بجد طعمها حلو وهتعجب كل اللي هياكلها. هرش بقى هنا رشة بسيطة من الزيت، يعني حوالي برضو معلقة كبيرة كده او معلقتين، علشان البتنجان يبقى بيلمع كده وفي نفس الوقت يتحمر معاكي برضو في الفرن. هاخد بقى طبقة من الطماطم، احطها برضو كده من فوق الوش علشان تدي طعم، وتنزل بقى صوص الطماطم ينزل على البتنجان والبطاطس يديها لون حلو وطعم كمان حلو. خلاص. والبصل برضو هحطه برضو من فوق الوش كده، هيدي شكل وكمان طعم. عايزه تحطي البصل في الاول خالص براحتك، يعني زي ما انت حابه، اللي في الحالتين هيستوي هيبقى طعمه حلو. خلاص كده. هبتدي بقى معايا هنا بوله تانية، هبتدي ان انا انزل بمكعب من المرقه ومعلقه برضو من الزيت، ومعايا هنا حوالي 1/2 كوباية من عصير الطماطم مركز، يعني الطماطم دي عصير مركز مش ما بيبقاش فيها ميه، يعني انا بفرماها كده ومصفياها من غير ميه خالص. يعني ما عندكيش عصير طماطم مركز مش عايزه تعملي الخطوه دي، تضيفي 2 معلقة كبار من الصلصه اللي هي المعلبه. ابتدي بقى ان انا احط التوابل بتاعتي، وكمان كام فص من الثوم وهرسهم، و1/2 كوباية من الميه السخنه، وضفت كمان الملح علشان اظبط كده الملح بتاعي. وخلي بالك ما تزوديش الملح قوي لان المرقه فيها ملح، وكمان البتنجان كان منقوع في ملح. والتوابل اللي انا ضفتها فلفل اسود وكمون وشويه شطه صغيرين بس كده. خلاص كده. هنا كانت المرقه معايا متكتله، رحت واخده شويه المرقه دوبتهم تاني في ميه، وحطيتهم كده على الصينيه، وقفلت الصينيه بورق الالومنيوم ودخلتها الفرن حوالي بس نص ساعه، واخر 5 دقايق فتحت عليها الشوايه. وده شكل الصينيه بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اقول لك طعمها تحفه، وهتشوفي دلوقتي البتنجان معايا شكله حلو قوي، البطاطس مستويه، الصوص اللي نازل منها تحفه. والله لو جربتيها بالطريقه دي عمرك ما هتعملي المسقعه العاديه اللي احنا بنعملها، بتبقى البتنجان محمر وبتبقى كل حاجه تقيله. شايفين قد ايه البطاطس مستويه، وكمان البتنجان بصوا تحفه، طعمها حلو قوي. جربيها ان شاء الله هتعجبك، وباذن الله هتدعي لي اول ما تجربيها. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني جديد، ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. السلام عليكم.